اهلا بيكم معايا من الفاصل، ومعايا هنا وجودي. زي ما انتوا شايفين، ازيك يا هنا؟ الحمد لله. انتي عندك كام سنه؟ عندي 7. اهلا بيكي حبيبتي. وانتي يا جودي؟ عندي 9 سنين. 9 سنين، اهلا بيكم، منوريني منوريني. لقيت هنا جايه لي وبتوريني الورده دي، نزلتها على الستوري من شويه وهي عماله بتحكي لي على الورده. احكي كده بنفسك، قولي ايه. انا دي كنت عاملاها لسالي علشان انا متعلمه منها الورد ده اصلا، اللي هي بتعمله للكيك. عسل، شايفين الورد اللي بعمله للكيك؟ هي اتعلمته وراحت عاملاه تحفه. والجليتر ده عملتيه ازاي؟ لا هو كان عندي من زمان، فانا رصيت الجليتر و... ودي أصلاً. ايه ده، عباره عن عجين سكر ولا ده عباره عن ايه؟ لا ده كلي. صلصال. طب إيه. حلو، تسلم ايدك، تحفه. نقدر نحطها كده على المكتب كده عندنا، تحفه جميله. انتوا الاثنين هتعملوا بقى دلوقتي ايه؟ ام علي. ام علي، انت بتعرفي تطبخي من زمان؟ من وانت عندك كام سنه كده؟ 7. من وانت 7 سنين؟ طيب وابتديتي تعملي ايه اول حاجه؟ كنت بعمل الكيكه بالشوكولاته. اوكي، عسل. كيكه بالشوكولاته، وايه كمان؟ والكيكه بالكريم. والكيكه بالكريمه، برافو عليكي، بتزيني يعني مع مامي. وام علي دي بتحبوا تعملوها في البيت؟ طب حلو، بتحبي تاكليها صح؟ تمام، احنا هنقول مقاديرك دلوقتي. وانتي يا هنا، انتي اول حاجه ابتديتي تعمليها ايه؟ الكب كيك بتاع حضرتك. الكب كيك، ماشي يا سيدي. وعملتي حاجه حادقه برضو ولا حلو بس؟ لا عملت كتير من حضرتك، البشاميل وال شرايح الخبز. واو، بنت دي مبهره. ايه ده، شرايح الخبز كمان؟ ايه الشطاره دي، برافو عليكي بجد. وكلتي طب منها؟ عجبكي؟ اللي هي بالجزر دي. اللي بالجزر، عرفت على طول سر المهنه والتك على طول، برافو. يعني بتاكلي منها، بتاخديها المدرسه ولا بتاكلي منها في البيت بس؟ ساعات باخد معايا منها في المدرسه. اوكي، حلو قوي بجد، فرحتيني. بس اهم حاجه تشربي معاها ميه، خلاص؟ احنا بقى هنبتدي. انتوا نزلتوا دلوقتي اللي هي بتاعت هنا، تمام. يبقى احنا معانا دلوقتي مقادير ام علي لهنا، اللي هي عباره عن طبعا قولي. ام علي رقائق ميفي، اللي هي الملفي، عجينه الملفي، ولبن، عسل، زبده، و ده ايه، ومعانا زبيب ومكسرات وفانيليا وكريمه. حلو، وصوص شوكولاته. انت وصوص شوكولاته، تمام. وانت يا حبيبه قلبي جودي، وصفتك بقى قولي. رقائق ميفي، رقائق ميفي، لبن، زبيب، سكر، فانيليا، مكسرات، جوز هند، وفانيليا، وقشطه، وسمنه بلدي. وسمنه بلدي، حلو قوي. انتوا هتبتدوا ازاي بقى؟ قولي لي انت يا جودي هتبتدي ازاي؟ انا دلوقتي بجيب عجينه الميفي احطها في الطاجن. اوكي، بتبتدي الاول تحطي حاجه الميفي في الطاجن. ايه بالظبط هتحطي ايه على ايه الاول؟ الاول هحط العجينه ميفي. وانتي هتحطي ايه؟ انا عايزه بس بولت اللبن. طب انتي حطي على طول في بولت اللبن لو عايزه. طيب، عايزه تحطي هنا ولا لا ايه؟ لا تمام، شيل. طيب يلا، مش محتاجه، شكرا. طيب هنا هنخلط الكريمه على اللبن، هنحطهم على بعض. بس اهم حاجه اللبن يكون دافي علشان نعرف ان احنا نخلط فيه المكونات الثانيه. تمام، ماشي، خدها. المكونات الثانيه والعسل يدوب فيه. طيب قلبي انت العسل فيه. طيب، لغايه ما نشوف بقى مع جودي. انت بقى حطيتي ميفاي وهتحطي عليه جوز الهند. تمام، بترشيه عليه كده على طول في الطاجن. وبعدين بحط عليه، بجيب المكسرات احطها. المكسرات، وبعدين بحط الدقيق ده، القشطه. القشطه بنحطها في الاخر. تحطيها صح مع اللبن، برافو عليكي. انا هجيب اللبن، عايزه تحط عليه السكر. تحطي عليه السكر واللبن برضو يكون دافي عشان تعرفي تقلبي فيه السكر. اوكي، وهجيب الفانيليا. الفانيليا على اللبن، عليه. واقلبهم عشان يدوب.
طب قلبي، على ما تقلبي نشوف هنا مع هنا. طيب انا دلوقتي بقلب العسل علشان يدوب. يعني اللبن مش دافي فاحنا هنضطر نقلب كتير شويه. يا جماعه في برنامج هنا بيحصل، لا عشان بس نبقى مركزين، في برنامج داير هنا لوحده. تمام. بجد. طيب لبن دوبتي العسل فيه وخلاص وبتقلبي عشان يدوب. هو فين الفانيليا؟ الفانيليا اهي سايله، اتفضلي. ماشي. قبل ما العسل والفانيليا يدوبوا هنحط بس ام علي في الطاجن. هتحطي ام علي في الطاجن. يلا حطي ام علي في الطاجن اللي هو الميفي، عجينه الميفي. تمام. نيجي هنا، انتي قلبتي خلاص، نحط بقى اللبن هنا. اللبن. هساعدك وانا هساعدك يا هنا، استنيني علشان هساعدك في اللقطه دي. تمام. بعد كده بقى يا جودي هتعملي ايه دلوقتي؟ عاملين كده عشان يتقلب كله، يتقلب كله عشان ما يبقاش تحت ما فيش مكسرات وزبيب وحاجات من دي. برافو. طيب والسمنه، السمنه كانت عشان ايه؟ السمنه والقشطه عشان الوش ينفش ويبقى ليها شكل حلو. حلو قوي، برافو عليكي. شوفوا الشرح، عشان الشكل كده على الوش ينفش ويبقى لونه حلو. يلا حطي بقى السمنه وحطي بس انت بتدهني برضو القالب نفسه بالسمنه؟ قبل ما بحط، بس انا عشان انتوا قلتي الاول نحط عجينه الملفيه. احنا بس الاول نهتم ان احنا نعمل بالسمنه الاول الاطراف بتاعتها كده من تحت. تحط بقى السمنه، وجودي هتحط دلوقتي كمان القشطه. انت كده خلصتي، عايزاني احط دلوقتي اساعدك؟ يلا بينا. نعم معانا شهد. الو. ايوه يا شهد، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. حبيبه قلبي، اهلا بيكي. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه ابعت تهنئه. اتفضلي. عايزه ابعت تهنئه لبنت اختي اللي ساره عيد ميلادها يوم 23/1. كل سنه وهي طيبه. طيب شكرا. وقال لك كل سنه وانت طيبه يا ساره. كل سنه وانت طيبه يا ساره. شكرا يا حبيبتي على المكالمه. انت كده حطيتي اللبن والقشطه والعسل خلاص. العسل على بعض وقلبتهم، وبعدين هنا احنا قسمنا المكونات لاثنين. حطينا الاول العسل والفانيليا والقشطه، صح، القشطه واللبن. وبعدين هنحط هنا المكسرات. بصوا انا حبيت احط هنا لوز وزبيب. اوكي. فستق وبندق. تمام. وهنا الزبيب اهو. يعني النص اللي عندكم ممكن تحطوه عادي، براحتكم. براحتكم يا جماعه، اللي انتوا عايزينه. هنفضيها بس كده كويس، وبعدين هنقلبها برضو. تمام. قلبي. هنحط بقى، يعني ممكن تسيحيلي بس الزبدة؟ في طلب جمهوري جوه كده في الكنترول بيقولوا لك ممكن تقولي كلمة بشاميل تاني؟ بشاميل ايه يا جماعة؟ في عسل. تسلمي يا حبيبتي. وهنا بقى بصوا بقى الاتقان بقى في حطه القشطه وكل حاجه كده على الوش عشان تدينا بقى اللون الحلو، تحفه. انا شايفه بجد انتوا الاثنين مبدعين ورائعين، ويعني ينفع تعملوا برنامج لوحدكم اصلا فعلا. طيب انا هدي الاثنين فرصه على فكره ان هم يقدموا برنامج حالا، يعني انا بحب اطلع المواهب وخرجها كده من كل حد كده من جوه. بصي انا عايزاكي تعتبري كانك في برنامج لوحدك، خلاص دلوقتي انا مش موجوده خالص والكاميرا قدامك وكل الناس بتتفرج عليكي، انت بقى في برنامج لوحدك ماليش دعوه. هتقولي ايه؟ هشرح انا بعمل ايه. وايه هتقولي ايه دلوقتي؟ هتدخلي مثلا، احكي مثلا من اول خطوه هتدخلي الفرن لمده قد ايه والكلام ده كله، بس بصي للكاميرا. طيب احنا هندخل الفرن بس لو الحاجه بتاعتنا سخنه، لو اللبن سخن والزبده سايحه وكده. هو المفروض كانت زبده فلاحي. بس اشمعنى الزبده الفلاحي؟
عشان بتديها ريحه وطعم يعني احلى. بصي للكاميرا، بصي الكاميرا عشان ايه؟ عشان ليها بتدي طعم وريحه احلى. ناس بتفهم والله العظيم، يعني جميله. طيب وانتي بقى بصي الكاميرا وانتي بتشرحي بقى دلوقتي لما هتخش على فرن درجه حراره كام، مده قد ايه؟ بصي للكاميرا. هو المفروض ان احنا بصي للكاميرا، المفروض ان احنا بنحطها 5 دقايق وبعدين نشوفها، ولو الوش نفش الوش نفش بنطلعها، ولو استوت من يعني لازم تشوفوها استوت من جوه ولا لا. لو هي ما استوتش ندخلها الفرن تاني ونحطها 2 دقيقة ونشوفها. بصي بقى تاني للكاميرا، قربوا النبي من وشها. هو انا بحط ام علي 5 دقايق في الفرن وبعدين بطمن الوش نفش ولا لا، الوش نفش ولا لا، ولو الوش ما نفشش ممكن نحطها في الفرن 2 دقايق ونشوفها تاني. برافو بجد، برافو انتوا الاثنين بجد عسلتين، مش ممكن بجد. تسلم ايديكوا. وده الشكل النهائي عندك، ده الشكل النهائي عندك، وده الشكل النهائي عندك. تحفه الاثنين، يعني انا واثقه طعمهم هيبقى يجنن. انت كنت عايزه حاجه من شويه؟ كنت عايزه بس هنزل الزبده. خلاص لا لا مش مشكله، خلاص احنا كده فهمنا خلاص القصه، وهيخشوا الفرن لغايه ما يستووا معانا. بجد تسلم ايديكوا. قولي لي انت نفسك تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ نفسي اقول لمامي وكل حد ساعدني ان انا اجي هنا. شكرا حبيبتي. انت اللي شكرا انك جيتي بجد، منوراني حقيقي. حسن وانت نفسك تقولي اي حاجه؟ اشكر حضرتك واشكر مامي واشكر بابي. حبيبتي منوريني بجد النهارده، وانتوا عسلتين وامارات وشاطرين وكل حاجه. انتوا ليكوا هديه دلوقتي من توي وورلد. شكرا توي وورلد على الهدايا الحلوه، كلها حاجات بتنمي الذكاء وجميله. شكرا شكرا ليكوا حبيبتي، شكرا ليكوا، انتوا بجد نورتوني. تعالوا قربوا بقى عشان عايزه احضنكم حضن كبير جدا يجننوا. يا رب الفقره تكون عجبتكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله.